مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى السعودية للعلاج بعد القصف الذي تعرض له قصره في صنعاء الجمعة الماضي خلف جدلا سياسيا في البلاد. السيد حكيم المسماري رئيس تحرير صحيفة يمنية يشرح الوضع في اليمن. نعم، الذين يقولون أن الرئيس اليمني لن يعود فهم واهمون. الرئيس اليمني الآن لم يقل أنه سيرحل عن السياسة، وأيضا ليس هناك أي إثباتات أن الرئيس اليمني في حالة خطرة. المعارضة الآن تبالغ بدلا من أن تخطط لمستقبل أفضل في هذه الفرصة الراهنة بغياب الرئيس صالح، هي تفرح و تتعامل بالوضع وكأن الرئيس توفي أو مات، وهذا هو التخطيط الفاشل. لا يمكن أن يتحول إلى صراعات قبلية، لأن القبائل في اليمن رفضوا الحرب نهائيا، وقبائل حاشد وبكير ومدحج إلى الآن رفضوا السلاح ورفضوا الحرب، وعندما قاتل حاشد ادعوا أنهم يدافعون عن أنفسهم وليس قتالا مع الحكومة.